المشكلة أنت في ظل أوضاع مثل هذه الآن فرصة قدام الوقف الشيعي لكي يراجع، ينتدب خبراء بالتحقيق بالتاريخ يراجعون من المزار الوهمي يغلقونه. ليش أنت مبقي ونخلي الناس مضللين؟ يعني هذا مو دورنا إحنا الإعلاميين. لا دور هذا المؤسسات دور المؤسسة لا دور بالضبط دور المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية الآن لازم تستغل الفرصة تقول هاي المؤسسة الرسمية التي أخذت بعدها. أكو ناس راحوا ضحية بالقطارة، يعني شنو هذا المواطن اللي حكى عليه أبو علي من البصرة؟ عائلته من البصرة جاية. سيني. من البصرة. تارك الإمام علي. تارك الحسين. تارك هاي المزارات المثبتة تاريخيا. تارك الإمام الكاظم. تارك سامراء وراح القطارة. الناس تتبع. الآن الفرصة. مواتية يعني الفرصة مواتية لكي تحقق. الوقف الشيعي والمؤسسة المرجعية المؤسسة الدينية تحقق شكل لجنة من الخبراء يحققون في شرعية المزارات الوهمية. أي مزار مو وهمي خلي يكون عندهم القدرة والشجاعة أن يوقفونه، لأن معناها أنت تساهم في تضليل الناس. طبعا هذا استثمار لعاطفة العراقيين الجياشة تجاه كل ما يتعلق بالأئمة. يا سيدي احنا عندنا الحسين بعد شنو نريد غيره؟ الحسين موجود عندنا سلام الله عليه، شنو نريد في مصر متمسكين برئيس ينسب للحسين. رئيس الحسين متمسكين به لحد الان وما ينطونه. بس ما يعني المشكله وين الان ده تتمدد هاي القضيه. يومين نسمع يوم سيد صاروخ يوم سيد مدري منو.